وعن الأبعاد والتأثيرات المحتملة للتطورات الأخيرة المرتبطة بتمرد مجموعة فاغنر في روسيا وارتباط ذلك بخارطة الحرب الدائرة رحاها في أوكرانيا. نتابع هذه المعطيات مع رضوان قاسم رئيس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، كان معنا في برنامج موضوع اليوم. ما حصل اليوم في مجموعة فاغنر أن قائد هذه المجموعة يريد أن يكون أكثر مما يجب عليه أن يكون، يريد أن يكون يعني وكأنه هو القيادي وكأن روسيا من دونه لا شيء، فحمل هذا الحمل على أنه هو كل شيء في العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا، فحاول أن يفرض شروطه ويفرض سيطرته ويفرض نفوذه، إلا أنه فشلا ذريعا، ورأينا أنه هو يعني لنقول أنه جزء بسيط من العملية العسكرية وليس العملية العسكرية بكاملها. الجميع يعرف أنه ليس قادرا على انقلاب على روسيا. ماذا يعني هذا؟ دولة روسيا دولة عظمى، دولة قوية، لها ما لها من عتاد وقوة عسكرية هائلة جدا. لا يمكن لمجموعة مؤلفة من 20 أو 30 ألف جندي، وإن كانت ممكن لها يعني أدوار عسكرية على الأرض، لا يمكن لها أن تنقلب على دولة مثل روسيا أو تستطيع أن تغير موازين القوى في روسيا. نعم، المفاوضات التي حصلت مؤخرا بواسطة بيلاروسيا ما كان إلا لفض هذا النزاع والتقليل من الخسائر ما بين الطرفين. أضيف إلى ذلك أن كل مجموعة فاغنر ليست مع قيادتها وليس مع الرئيس بما توجه إليه. هنالك أصبح انشقاق في صف فاغنر أنفسهم. هنالك من يريد أن يقوم بعقود مع الجيش الروسي وهنالك من يرفض ذلك. لكن هذا لا يعني أن فاغنر أو رئيس هذه المجموعة يستطيع أن يغير الموازين.